بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفظ الكريم مشاهدينا الأعزاء، هذه صاحبة المركز الأول لمالك أيضا مالك كثير ناصر بن سالم الدحاني، وهنا لجنة المنظمة لهذا الميدان أيضا تفتيش عن صدمات الكهربائية وأيضا تبطيل الشداد المطية وأيضا الشعار واللالي لمتابعة عن أي تفتيشات كهربائية. ونشكر لجنة المنظمة لهذا الميدان، شكر لهم الجزيل على هذا أيضا التعاون الكبير وتصفية هذا الميدان بأكمل صورة. تهانينا والناموس لمالك كثير ناصر بن سالم الدحاني وللمحمود بن محمد الوهيب المهندس متابعا لهذا الشعار. شكرا للجنتنا المميزة دائما مبدعة لأيضا عن أي تفتيش عن أي صدمات كهربائية. هنا تظهر في اللالي أو تظهر على أيضا جسم المطية وعلى شعار المطية. هنا شكرا لأيضا الزملاء المتواجدين هناك في التفتيش عن الكهرباء، وأيضا هذه اللجنة تبحث عن الشداد عن أي صدمات كهربائية متواجدة. ولكن هنا رياضة سباقات اللجنة العربية الأصيلة وأيضا أبناء الميدان وأيضا المهتمين برياضة سباقات الهجن مهتمين عن أيضا عن هذه الأمور وعن أي صدمات كهربائية. والشكر أيضا للجنة المنظمة وعلى رأسهم سعيد بن حميد الوهيبي ميدان مدير الميدان على هذا التعاون الجميل والتظهير والتنظيف الميدان بأكمل صورة. وبيض الله ويحكم على هذا العرض الجميل وعلى هذه التصفية المميزة بالفعل. شكرا للجنتنا المميزة، شكرا على هذا التعاون.